ان كلمة فرعون ليست اسم شخص وانما اسم وصف وظيفة، يعني ملك مصر يقال له في الايه فرعون. وقلنا ان القرآن حينما تعرض الى هذه المسألة تعرض لها تعرض ايه، تعرض دقيق ما يقولوش الى ربنا. ازاي؟ لانه لما جه يتكلم عن الملوك القدام والحضارات القديمة وبتاع في سورة والفجر، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا سجى، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ده أكثر من حضارة مصر. وثمود الذين جابوا الصخر بالوتر وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد إلى آخره. وبعدين قل إن ربك لا بالإيه المرصاد، يعني اللي هيفسد برضه إحنا وراه. حين يتكلم عن القديم اللي هي عاد وثمود وفرعون يجيب اسم فرعون، وحينما يتكلم في أيام موسى يتكلم عن فرعون، لكن في قصة يوسف ما جابش سيرة فرعون، لا ده العزيز ده رئيس الوزارة، إنما قال الملك، يبقى فيه ملك وفيه إيه وفيه عزيز، ما قالش وقال فرعون. أم قال لك لأن المدقق بقى لما يقول لك اشمعنى في القديم قال فرعون وفي أيام موسى قال فرعون وفي الحتة الوسطانية دي يعني أيام يوسف ما جابش سيرة فرعون، إنما قال إيه ملك، وقال الملك ائتوني به. الله، إيه العلة يعني دي فرعون ده فرعون ده ملك في الوسط كده؟ قال لك إيه، لما جينا بقى في التاريخ وجي شامبليون في الحملة الفرنسية واكتشف حجر رشيد وبنلل لنا طلاسم الهيروغليفية وقعدنا نعرف، عرفنا ان الفترة دهيا ما كانتش مصر تحت حكم الفراعنة، انما كانت مصر تحت حكم ملوك الرعاة والهكسوس اللي غروا عليها وقضوا على الفراعنة وحكموا مصر حكما ملوكيا. يبقى ربنا قال في قصة يوسف وقال الملك ولم يقل وقال فرعون، قبل كده ما كناش نعرف الايه الحكاية. يبقى اذا القرآن بيعبر التعبير الايه ده، كل ما يجي الزمن بجديد في الاختراع او الابتكار يبقى يؤيد مين؟ يؤيد كتاب الله. والى لقاء اخر.